السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه من وصفات طبخ ليلى. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم طريقه تحضير الكاتشوب المنزلي بمواد جد بسيطه وكتكون متوفره في المنزل. غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غادي ناخذ كاسرونه غندير فيها 100 غرام ديال مركز الطماطم او علبة متوسطة، غادي نزيد عليه نص كاس ديال الخل، نص كاس ديال الماء، نص كاس ديال السنيدة ديال السكر سنيدة، جوج معالق صغار ديال الموطارد، راس المعلقه صغيره ديال القرفه، غير شويه يمكن كتروش، غادي نزيد واحد جوج حبات ديال القرنفل، نخلط كلشي مزيان. دابا من بعد ما خلطتها مزيان كنديرها فوق البوطو وكنخليها واحد 10 دقائق صافي وكنحيدها. صافي دابا كيف كتلاحظوا راه نشف شويه من الماء، صافي غادي نطفى عليه من بعد ما داز 10 دقائق. هذا هو الكيتشوب ديالنا من بعد ما وجدتو. حيدت ليه هذاك القرنفل اللي كنت وجدت فيه، كنحيدهم وكنقدموه، درتو في هذه القريعه بحال هكا كتحتفظوا به في الثلاجه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، وكنتمنى انها تشوفها الاخت اللي طلبت مني الكيتشوب وتعجبها وتجربها، وبصحه وراحه.